السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. أنا الشيف علي سالم، راح أكون وياكم إن شاء الله طيلة شهر رمضان من برنامج مزلاي، برنامج طبخ إماراتي حديث متطور، ولكن طريقة الطبخ سهلة جدا وبسيطة جدا. أتمنى أن تتابعونا طول شهر رمضان إن شاء الله، بيكون عندنا 30 حلقة فيها 30 طبق إماراتي. اليوم عندنا العصير والشوربة والسلطة والطبق الرئيسي. بنبدأ نشرح لكم عن العصير اللي هو يتكون من توت وزبادي اللي هو الروب وحليب وعصير برتقال. طبعا السكر او العسل شيء راجع لكم اختياري. الشوربه بسيطه جدا وسهله، مكوناتها حليب، بصل، وكلاماري اللي هو نغر، وعندنا ثوم، وبهار ابيض، وملح او فلفل اسود وملح. عندنا سلطه، سلطه مكوناتها بطاطا طبعا مقشره ومسلوقه جاهزه، عندنا بقدونس، بصل اخضر، طماط، وزيتون، وثوم، وعصير ليمون وزيت زيتون، وملح شيء اساسي. الطبق الرئيسي عندنا جشيد، والجشيد ممكن نسوي من ولد الولد اللي هو الشارك، او من الصافي، او من اي نوع سمك. هي الاكله اسمها جشيد ولكن اساسها ولد الولد، لكن احنا ممكن نسوي كيما ولد الولد. طبعا ولد الولد طبعا مسلوق وجاهز، لان سلقه ياخذ وقت وتشيل عنا اليلد وبعدين نطلع اللحم وتفتته، شغله طويله، ولكن احنا اختصاريا نقول لكم اياها. لازم نسلق اكثر من ساعه ونص. اول شيء بنبدا بالعصير. العصير عندنا توت احمر، عندنا توت، ومن بعدها نحط الزبادي. الزبادي طبعا ما يعادل علبة أو نص علبة، بس أفضل أنها تكون علبة كاملة. عندنا حليب، وعصير برتقال. على فكرة الحليب له فوائد، وعصير البرتقال لفوائد، والتوت بعد لفوائد. ممكن البعض يستغرب من الخلطة هذه، يقول أن عصير برتقال مع توت وحليب كيف ممكن يطلع طعمها، لكن في النهاية يكون طعم حلو. في الأخير بنحط شوية عسل. نغط الثلج. ونغطي. طبعا اللي يحب يصفيه ممكن يصفيه، بس انا افضل ان ما حد يصفيه، لان ما في شيء اصلا يتصفى، لا في قشر ولا في شيء، والتوت اصلا ما في قشر، فما في داعي ان يتصفى. خلصنا من العصير، بنبدا وياكم في الشوربه. الشوربه نفس ما قلت لكم سهله، اللي يحب يضيف لها خضره ممكن يضيف لها خضره، واللي يحب يخليها نفس ما هي ممكن يخليها نفس ما هي. هي اهم شيء طعمها وين بيكون؟ في الكلاماري اللي هو النغر، لان النغر طبعا ما يحتاج الى فتره طبخ طويله، وانا افضل اللي يحب يطبخها ممكن يطبخها قبل، واللي يحب انه ياخذ له شلف او قشر اي شيء، روبيان او عظام سمك، يحمسن او شيء مع زبده وزيت، زيت زيتون نسبه زيت بسيطه، واللي يحب زبده ممكن يحط زبده. دائما انه نحاول ان ما نقلي في الشوربات، دائما نحاول ان ما نقلي البصل والثوم، لان قلنا اذا احنا قليناه يتغير لونه ويعطيه طعم ثاني. البصل بالطريقه هاي، نحاول نحركه على طول. ايوه شوف الريحه شو هي، الله اكبر، الريحه تنشاف تنشم الريحه ما تنشاف. شوف الريحه شو هي. طبعا نحركها شوي شوي. نفس ما شفتوا البصل لازم نخلي، يعني ما نخلي لونه بني، مايل للصفار والبياض شوي، يعني كانه مطبوخ، يعني كانه مسلوق سلق. هني المره هذه بنغير، كل مره نحط الثوم مع البصل، لكن المره بنحط الكلاماري لانه يحتاج انه يتقلى شويه ويا البصل.
أسبت أنه يأخذ نكهة ويعطيه طعم. طول على شوي النار، الرش له شوية رشة ملح. طبعا دائما نحاول نخفف نسبة الأملاح خاصة وقت الصيام، ما نحط ملح وايد، نخلي الملح وقت عند الفطور او عند شرب الشوربه ممكن نحط لها شو اسمه الملح. خليها تغلي. الحين نضيف الثوم، بس بعد ما نضيف الثوم تقريبا دقيقه نحركها بنفس الطريقه اللي شايفينها، بعدها نحط لها على طول الماي شويه، نضيف لها شويه ستوك مش ماي، عندنا هني الستوك. هذه خلاصه، خلاصه السمك مكونه من عظام او رؤوس سمك، زبده وزيت زيتون. طبعا ناس ما قلت لكم بدايه الحلقه نحطهم داخل جدر ونحمسهم كلهم مع بعض لما يتغير لونه يسوي لونهم بني، نضيف عليهم ماي نخليه يغلي 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 يغلي، في النهايه نصفيه وناخذ منه الخلاصه اللي هي خلاص السمك. ممكن نستخدمها حق المكبوس حق السي فود، ممكن نستخدمها حق كذا شيء. عندنا هنا نحط شوية بس ما نكثر منها وايد. ونخليها تغلي. خلكم وياي بنروح فاصل وارجع لكم. طبعا بعد ما شفتوا حطينا شويه من خلاصه السمك، الحين نخليها تغلي، نزيدها شوي ستوك ونحط لها بهار ابيض. طبعا يعتمد البهار الابيض او البهار الاسود على حسب الرغبه، واللي حابب يحط لها فلفل اخضر ممكن يحط لها فلفل اخضر، ولكن بشرط لازم يضيف لها كزبره. حركنا ايش ما شايفين. بيظل عندنا اخر شيء الكريمه، والكريمه دائما تنضاف في نهايه الطبخه. الكريمه طبعا ما تنضاف اول شيء، دائما نحطها في نهايه الطبخه. خلينا هني نحط العصير. شكل العصير يشهي على فكره. تغلي شوي. طبعا يا جماعه دائما نحط كريمه فريش، لان الكريمه تعطيها طعم وتعطيها لون حلو، ولو حبينا نغير لونها ممكن نحط لها زعفران، ولو حبينا نفس ما قلت لكم لو حبينا نضيف لها فلفل اخضر عشان تثبت انها تكون حاره وشهيه. طبعا دائما الشيء الحار يعطي طعم اكثر ويرغبك انك تاكل اكثر. طبعا نفس ما قلت لكم لو حبينا نحط لها فلفل اخضر نحط لها كزبره. عندنا هني كريمة، نحط كريمة وننزل الحرارة ونخليها على نار هادية، لأن الكريمة إذا جت الحرارة عالية وقامت تغلي ممكن تفرط وتطلع مثل الروب. طبعا دائما قلنا الملح يكون في النهاية. بننتقل وياكم للسلطة. طبعا دائما احنا عودناكم أن السلطة تكون عندنا بسيطة وسهلة ومكوناتها أبسط منها ما في. عندنا بطاطا نفس ما أنتم شايفين، والبطاطا هاي مسلوقة وجاهزة. طبعاً ما حد يسوي بطاطا بدون ما تنسلق. عندنا بقدونس، بصل مقطع جوليان أو شرايح اللي هو البصل الأخضر، وعندنا طماطم، وعندنا زيتون أسود، وثوم، وعصير ليمون، وزيت زيتون. أول شيء نحط البطاطا. لو بغينا نغير نفس المكونات هذه نحطها مع شيء ثاني غير الزيتون، ممكن نضيف لها زيتون أخضر،
ممكن نضيف لها المره الطافه طبعا شفتوا انهم مسوين محطين تفاح، فانا افضل ان حتى لو مثلا السلطه هاي تحب تضيف لها تفاح ممكن تضيف لها تفاح، لو حبيت تضيف لها نوع من انواع الفواكه ممكن ينضاف لها نوع من انواع الفواكه. عندنا بقدونس، بصل اخضر، طماطم اللي هو طماط، زيتون اسود، وعندنا هني ثوم. ثوم مش اجباري، اختياري، واللي ما يحب الثوم ممكن يضيف له مايونيز او خردل او اي نوع ثاني. عصير ليمون، وزيت زيتون، تخلطهم مع بعض، وشوية ملح. نفس ما قلت لكم السلطة هذه ممكن ناخذها مع دياي، مع لحم، مع سمك، اللي ما يحب الخبز ولا يحب العيش ممكن ياكلها مع اي شيء ثاني. خلينا نحط السلطة. وممكن نضيف لها كزبرة، اللي يحب الكزبرة، انا من النوع اللي يحب الكزبرة وايد في الاكل. هذه سلطة جاهزة. ريا نشوف بس الشوربة، طبعا بدت تاخذ لون وتعقد شويه تثقل، لان الكريمه دائما خاصه اذا حبيناها تثقل بسرعه نضيف الكريمه على سبب انها تكون ثقيله ما نضيف لها طحين. الطحين وزبده يعطيها اكثر، يعني تكون مدهنه اكثر. ممكن نضيف لها شويه جبنه بارميزان او اي نوع جبنه ممكن يغلظها ويخليها سميكه. الطبق الرئيسي نفس ما قلت لكم عنه، أن ولد الولد لازم يسلق 45 لين ساعة. طبعا ياخذ وقت وايد في السلق، ولازم يشال عن اليلد ويتفرط اللحم نفس ما انتم شايفين بالطريقة هاي، لأن احنا برنامجنا محدود ومحكوم ما نقدر نسوي كل الأشياء هاي، بس أعتقد الكل يعرف كيف يسويها. احنا في النهاية بنعطيكم نهاية الطبق هذا شو بيكون، هو الطبق الرئيسي. عندنا هنا الشوربة طبعا جاهزة، طبعا نفس طريقه الطبخ هذه او الشوربه هاي، ممكن نضيف لها سمك، ممكن نضيف لها ربيان، ممكن نسويها سي فود. ننتقل وياكم الحين للطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي نفس ما انتم شايفين عندنا الجشيد، نفس ما قلت لكم انه جاهز وحنا مفرطينه مفور ومفرط وكل شيء جاهز. أول شيء نبدأ نحط زيت، ما نكثر الزيت، نسبة بسيطة، نخلي الزيت يسخن، نحط البصل. فيه هني شيء، في البعض يحرق البصل، يخلي البصل لونه بني، لو خلينا لون البصل بني بين في الجشيد، لأن الجشيد بيكون لونه أصفر، دائما نحط له كركم عشان يتغير لونه، يكون لونه أصفر. إذا حرقنا البصل بيغير أصلاً طعمه، والبصل دائماً قلنا إذا انحرق البصل يغير طعمه، طعمه حلو. فهني عندنا أول شيء البصل، نخلي فترة بسيطة، مش نخلي إنه يتحمر وايد أو يتحمص، حركة نفس ما شايفين. طبعاً اللي يحب يضيف له فلفل ممكن يضيف له فلفل أخضر،
يعطيه طعم اكثر، واللي حاب يضيف له فلفل اسود ممكن يضيف له، واللي ما حاب يضيف له فلفل شيء اختياري. انا شفت البعض يحط له بقدونس، يحط له كزبره، يحط له شبت، يحطوا له فلفل اخضر. وهذه المعلومه يكون لعلمكم ان المعلومه خطا. قبل ما كان في ليفله، ما كان في بقدونس ولا كان في كزبره، كان طريقه تقليديه جدا، كركم وبزار، وكان الله غفور رحيم ليمون يابس. الليمون قبل كان ينحط ليمون عادي بالقشر، بس هني احنا هني محطين ليمون بدون قشر، شالين منه البذر، وهذا يعطيه طعم اكثر واحسن. نحركه نفس ما انتم شايفين، ما نخلي البصل يحرق. فبالتالي ناخذ الجشيد ونحطه فوقه، نبدا نكسره. طبعا لازم يتكسر، نخفف الحراره عليه ونكسره. البعض ممكن يقول والله احنا بس نسوي جشيد بالسمك الولد الولد، لا، ممكن القشيد نسوي باي نوع سمك اذا ما كان متوفر ولد الولد، لان الولد الولد مش متوفر دائما على المواسم، واذا كان مش على الموسم بيكون هزيل وما له طعم نفس يوم يكون في الموسم. نفس ما انتم شايفين بهالطريقه، نحط كركم وشويه بزار ونحركه. وفي البعض شو يسوي بعد ما يفوره، اذا حب يخليه فتره طويله بعد ما يفور السمك، يقوم وهو في المشخله او في المشخل في الصفايه، يحط عليه الكركم ويفركه، يبدا يدعكه بايده يفركه لغايه انه ما يكون مثل البودره. لهالسبب سمى جشيد. حط له ملح شوي. أعزائي خلكم وياي، خلينا نروح فاصل وارجع لكم مرة ثانية. أعزائي بعد ما رجعنا لكم، نفس ما شفتوا انت حطينا الجشيد وتغير لونه، الحين سوى لونه عقب ما حطينا الكركم، تغير لونه بدت ريحته تطلع. لكن عندنا إضافة على فكرة لكل هذه ما حد يضيفها، عندنا عصير ليمون. حط له رشة عصير ليمون ونخليه على نار هادية شوي، بس نحركه نفس ما انتم شايفين بالطريقة هاي. أسبت شو ياخذ طعم وتطلع ريحته الزكية أكثر. طبعا الجشيد ما ينكل إلا مع عيش، وإلى شيئين اللي هو الدهن الخنينة ولا الشتني. والدهن الخنينة معروف، اللي ما عنده دهن لازم يجيب زبدة كزبرة وبقدونس يحمسن أول شيء شوية، وبعدين يحط الزبدة ويخليها على نار هادية ويشيلها، بس ما يغلي ويخليها على جنب، يخلي فيه الكزبرة والبقدونس إنه ياخذ وقت فترة طويلة وبعدين يصفيه نحصل على الدهن الخنينة. عندنا الشتني اللي هو مكون من طماط كزبرة وفلفل أخضر، بدون ماء بدون أي شيء، ينفرم فرم بس نخفف فيه نسبة الحرورة. نفس ما قلت لكم احنا ضفنا عصير ليمون لان عصير ليمون مهم جدا، وهذه طريقه جديده. طبعا اللي ما عنده عصير ليمون يفضل انه يحط عصير ليمون في الجشيد، يعطيه ريحه طيبه وطعم ازكى. بنخليه شوي لغايه بس ما ينشف، بننتقل وياكم للحلو. الحلو عندنا فرني، طبعا من العيش، ينطحن العيش. لو الاول الاوليين ما كان عندهم شيء يسووا منه حلويات، ولكن الفرني يتكون من حليب وطحين الرز او العيش، سكر وبس. الاضافه الثانيه احنا بنضيفها، ممكن نحط له شويه جوز الهند مبشور او فستق حلبي. بدايه نحط شويه حليب هنا، نخليه يسخن، ونحط جزء من الحليب بروحه لان لازم نحط فيه نذوب فيه طحين الرز او العيش. نخلطه نذوبه، يعني لازم يذوب ويكون مثل دايب. باقي نخليه يغلي شويه الحليب، نحط سكر طبعا حسب الرغبة،
نحط كوب سكر. عندنا هنا القشيد جاهز. طبعا الجشيد عاده يتقدم مع العيش، العيش هاي يعتمد عليكم، اللي يحب ياكله مع العيش ياكله، واللي يحب ياكله بروحه ممكن يضيف وياه شويه خضروات ياكله، لان القشيد اصلا بروحه الحين مع عصير ليمون طعمه عجيب. طف عليه. صدقوني اللي بياكله بهالطريقه او يحط فيه عصير ليمون، انا متاكد ان الكل حتى في البيت عندنا ولا ممكن نحط له عصير ليمون هالشكل، يعني نحط فوق عصير ليمون، بس انا افضل اللي يحط عليه عصير ليمون بيحس بالفرق في الجشيد. حط عليه شوي من الاعشاب ها. نضيف له حبتين ليمون. ويتقدم بالطريقة هاي مع السمنة والشتني. انتقل وياك للحلو. الحلو بدأ يستوي، بدا الحليب يغلي، نحرك بس الحين العيش، بس ما نخلي الحليب يفور وايد لان بيطلع الحليب. على فكره كل ما يحس بالحراره تي اكثر كل ما يرتفع لفوق. عندنا هني الحليب، بس نفس الوقت لازم نحرك، واحنا نحط الحليب لازم نحرك. ليش؟ على سبب انه ما يعقد ويتجمع كله في مكان واحد. حركه بهالطريقه. على فكره نقدر نحط بدال نحط مثلا شويه عيش ونحط وياه موز، نحط وياه مانجا او همبا، ممكن نحط وياه اي نوع من انواع الفواكه، ممكن نفرمها مع الطحين ونخلطها وياه مع بعض ونحطها وياه. هذا شيء اضافي انه ممكن نحس بطعم ثاني، اللي حابب مثل يسوي مثل الكراميل او الجلي، في انواع من الجلي، في فراوله، في اي نوع من انواع الفواكه، ممكن نفس الشيء نسويه بنفس الطريقه هاي. نحركه شوي نخليه يغلي بس لغايه ما يشد ويستوي العيش. نحركه على ثبت انه ما يوقف في مكان واحد ويعقد، لازم نتم نحركه عسبت انه ينسجم والعيش يستوي ونحس انه بدا يتماسك شوي. نرفع عليه نسبه الحراره شويه. طبعا السكر يعتمد على حسب احنا شو حابين السكر، ولو حبينا نضيف له ماي ورد ممكن نضيف له ماي ورد او ماي زهر، شيء اختياري ما في شيء اجباري، بس قبل كان ماي الورد او ماي الزهر قليل. شوفوا هني بدأ يجمد. بالتالي استوى الفرني. امتى ما يبدأ يجمد نفس ما انتم شايفين بالطريقة هاي، يعني الفرني يقول لك ان انا استويت. وصلنا نهاية الفرني. طبعاً طبخة ما يستغرق وقت وايد. نبدأ الحين نأخذها بطريقة هل شايفينها. البعض يحب يكون لين شوية، ولكن لا، هو مفروض يكون جامد بالطريقة هاي. عندنا هني
شويه من فستق حلبي. ونحط عليه شويه رشه من جوز الهند. وهذا طبقنا الحلو لهذا اليوم. بدت حلقتنا بالعصير والشوربة والسلطة وصحن القشيد، وفي النهاية سوينا فرني. أتمنى تكون حلقتنا عجبتكم، وتريوني كل يوم نفس الموعد. مع السلامة.